تعد أجنحة العطور الموزعة في معرض الخريف والتي تضم علامات تجارية بارزة على مستوى الخليج والعالم تعد من أكثر الأجنحة إقبالا في المعرض، وذلك لما تقدمه من روائح أخاذة ومتميزة. صناع العبير والروائح الأخاذة الممزوجة بالعود والعنبر والعطور العربية والفرنسية تعد علامة بارزة من علامات معرض الخريف السنوي، حيث يستعد القائمون عليها قبل وقت طويل تمهيدا للمشاركة في هذا المعرض. عندما تتجول بين أروقة معرض الخريف تشدك رائحة العود والبخور والعطور العربية والفرنسية، تقدمها علامات تجارية محلية وخليجية فاخرة وضعت لها اسما في عالم العطور، تلتقي تحت سقف واحد في مملكة البحرين لتبهر عشاق الفخامة ومحبي التميز بمجموعة فريدة من العطور العربية والفرنسية ذات الروائح المتميزة، خاصة المرتبطة بالطابع الخليجي، وبعضها يتم صنعه بشكل حصري لهذا المعرض السنوي. المعرض الخريف فرصة لي علشان الناس تعرفني وتعرف البراند تبعي، فالإقبال كان على المعرض جدا راقي وكبير، وما توقعت انه بيصير هالإقبال الكبير على البراند، لان الناس تدور شيء مختلف وهذا حلقوا عندي الحمد لله. اليوم انا ايش اميز الرونق خاصة للمعرض عن الرونق الافرع اللي عندي في البحرين او الافرع اللي عندنا في دول الخليج كامل؟ نميز هذا المعرض ان نحن نسوي منتجات جديدة نجذب فيها الزبون عشان يجي حصريا لهذا المعرض. يعني موجود عندنا الحين منتجات ما هي موجودة عندي في أفرع في البحرين، بس موجودة هنا في المعرض. دائما المعرض هي الميزة أن الزبون يوم يجي يحصل شيء متكامل. أكثر من ثلاثة عقود من الزمن وهذا المعرض يستقطب محبي العطور العربية على وجه التحديد، حتى أصبح مركزا رئيسيا لصناع العطور ليتنافسوا في تقديم أجمل وأفضل الروائح والتي يتم صناعتها من مكونات متميزة وزيوت عطرية خاصة ونادرة. العطور العربية هي جزء من تراثنا، جزء من حياتنا، جزء من طابعنا الشرقي اللي تميزنا فيه وأصبح عالمي بشكل فظيع يعني. فهذا توفيق من الله سبحانه قبل كل شيء. فالعطور العربية يعني من اللي ما يحبها، من اللي ما يهواها، حتى على مستوى العطارين العالميين يحبونها، وهي في أعتقد في كل منزل وفي كل بيت بحريني وفي كل بيت خليجي وعربي تتميز أو تتواجد العطور العربية وتحديدا العود. هني ناس تحب يعني عندها يعني هوس في العطور بشكل عام، تحب يعني العطور الجديدة، الأشياء، الروائح المبتكرة، بالذات بفضل من الله سبحانه وتعالى. أنا عندي يعني تصميم خاص في أنا صناعة العطور وهذه الأمور، فالناس تتريل جديد كل سنة، أي شيء نزله هني يعني على طول في المعرض يعني يكون حدث قوي بإذن الله تعالى في المعرض هذا. في هذه النسخة يقدم المعرض لزواره تجربة فريدة من نوعها من خلال أجنحة العطور المتنوعة والموزعة على مختلف أركان المعرض، والتي يحرص صناع العبير والروائح الأخاذة على تقديم العطور العربية الممزوجة بالزيوت الفرنسية بشكل فخم وأنيق لتناسب جميع الأذواق. عشاق العطور العربية يبحرون بين العود والمسك والروائح المتميزة والتي يتم صناعتها خصيصاً لهذا المعرض لتلبي ذائقة عشاقها. خولة الجرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.